الدولار بامتياز، مكاسب على اليورو، مكاسب على الاسترليني، هل ترى بأن هذه المكاسب سوف تستمر في العام المقبل؟ بالطبع لارا، مرحبا. أول شيء نعم، أتوقع أن يستمر ارتفاع الدولار في العام القادم، وهذا نظرا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وللتباعد بالسياسات النقدية بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى، وخاصة بنك اليابان والمركز الأوروبي. بهذا العام، نقول العام الماضي، بهذا العام كان في خلينا نقول توافق بالتوجهات النقديه الى حد ما، ولكن بالفتره الاخيره تحديدا اخر شهرين بدا يصير في تباعد شوي بين توجهات الاحتياطي الفيدرالي اللي اخذ منحى تشددي والمركزي الاوروبي اللي ما زال مستمر بسياسته النقديه التوسعيه، وهذا من احد الاسباب يلي راح يخلي الدعم على الدولار الأمريكي بالعام القادم. بس بنك إنجلترا سبق الفيدرالي وبدأ برفع الفائدة، أنتوا كيف تتوقعوا وتيرة الرفع ببريطانيا في المرحلة المقبلة، وأيضا كيف تتوقعوا أداء جوز الاسترليني دولار؟ لا رأى التوقعات صراحة بهذا الوضع تعتمد على عدة عوامل. كلنا نعرف أن معدلات التضخم ببريطانيا بشهر ابريل، يعني بيتوقع المركز ان تصل معدلات التضخم 3 أضعاف مستهدفاته، يعني ممكن توصل الى 6%، وهذا بطبيعه الحال راح يجبر المركز البريطاني او بنك اوف انجلند انه يبدا برفع معدلات الفائده. لكن بنك اوف انجلند رفع معدلات الفائده ولكن ابقى على برنامج شراء الاصول، يعني لاول مره بنشوف مركزي عم بيقوم بهذا الامر. اجمالا البنوك المركزيه تبدا اول شيء بايقاف برامج التيسير، يعني ضخ السيوله بالسوق، وبعدين بترفع معدلات الفائده. فكان مجبر او وضع بمكان كان لازم ياخذ اي خطوه تجاه تقليص الضغوط التضخميه من دون ما ياثر على السيوله بالشركات الاقتصاد، فأخذ هذا التوجه. لكن يعني عم نشوف ما في بعد خطوات تشددية كبيرة، لكن أكثر انحراف شدناه هو من قبل الفيدرالي. الفيدرالي سينهي برنامج التيسير بشهر 3، والتوجهات حاليا التوقعات ممكن نشوف رفع بالربع بآخر الربع الأول من العام القادم. حبيب، سؤال أخير حول الذهب. في ظل رفع الفائدة أكيد هذا الأمر ليس إيجابي عادة للذهب، وشفناه بالعام 2021 لم يكن أداة للتحوط أمام التضخم، يعني كان أداؤه سيء في العام الجاري. ما هي توقعاتك لاتجاهات الذهب؟ أنا أتوقع لأرى أنه الذهب، أول شيء الذهب كان في وضع مؤاتي جدا لارتفاع الذهب هذا العام، ولكن على الرغم من الوضع الجيد خلينا نقول بالربع الأول والنصف الأول من هذا العام، فشل الذهب بالارتفاع وأنهى العام على تداولات عرضية من دون أي اتجاه واضح. هذا الأمر سيستمر العام القادم. بستصعب جدا أنه يرتفع الذهب، لأنه حاليا البنوك المركزية أخذت منحى تشددي، وهذا الأمر لا يناسب الذهب. لذلك أتوقع أن تستمر هذه الحركة العرضية بالعام القادم، حتى ممكن نشهد بعض التراجعات على الذهب. شكرا لك حبيب.